الأمريكية بقى. بصوا العابي ألعاب، العابي ألعاب يعني إيه؟ يعني أوباما نزل قلع الجاكيت وقلع الكرافتة بتاعته ونازل يخطب في الولايات المتحدة الأمريكية، وطالما هو كده أنت عارفة طبعا الولايات الشمالية كلها برد، فنازل في الولايات الجنوبية ليه؟ كان بتتوقع الحزب الجمهوري دائما إنه ليه مناطق والحزب الديمقراطي ليه مناطق. اللي عايز أقوله لحضراتكم إن بسبب الخروج النصوص بتاعة الرسائل بتاعة هيلاري كلينتون في الفترة الماضية وبداية التحقيقات الرسمية بشكل أو بآخر في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسرار اللي قالتها هيلاري كلينتون وفي التسريبات بتاعة الإيميلات بتاعة هيلاري كلينتون عن الحملة وعن الانتخابات وعن الأحداث، أسهم هيلاري كلينتون بدأت تقع رغم أن بدأ كان الحزب الديمقراطي بيسيطر على الإعلام. خدوا بالكم ودي حاجة قلتها لكم من بدري أن الأول مرة في الانتخابات الأمريكية من بدري جدا في سيطرة في مافيا بتحصل. ترامب لسه بيهاجموه بنفس الطريقة، وهي هيلاري ماسكة رسالة واحدة ضده أن ده راجل متحرش بالنساء وقليل الأدب مع الستات ولا يحترم النساء وأن هو ما قدمش ورق بتاع الضرائب بتاعه. إنما حملة الحزب الجمهوري بدأت ترجع على هيلاري كلينتون بحاجات كتيرة جدا لها علاقة بالسياسة، إلى درجة أن الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي آخر أيام، أنتوا بتتكلموا على انتخابات بالظبط بالظبط بعد 6 أيام من دلوقتي، وأنا هكون يعني متابع مع حضراتكم الانتخابات دي وهغطيها معاكم من الولايات المتحدة الأمريكية يوم بيوم، هيكون هناك وهغطي لكم الانتخابات دي وهغطي لكم الخناقة اللي عمالة تحصل. إنما أنا ومجموعة من زملائي أيضا من قناة النهار اليوم، فلوريدا هيلاري كلينتون في فلوريدا عشان تلحق تلم فلوريدا قبل الانتخابات باربع خمس ايام ما كانوش بينزلوا المناطق دي، دي كانت بتاعت الحزب الجمهوري دايما، دي اللي نجحت جورج بوش، وفجأة قلبت حزب ديمقراطي واخدت اوباما ومشيت مع اوباما وكانت مع هيلاري كلينتون. انما بسبب احاديث ترامب فضلت مع هيلاري كلينتون، رجعت تاني جمهوري يعني رجعت الى هيلاري كلينتون لان ترامب بيهدد الاقليات اللي هم الكوبيين والمكسيكيين الاسبانش جايين من امريكا اللاتينية في الولايات دي، وكل المناطق اللي فيها اقليات عندها مشكلة وعندها ازمة معاه. فجأة يكتشف الحزب الديمقراطي ان الولايات دي رجعت تاني تأيد ترامب ضد هيلاري كلينتون. طيب خدوا الجديد، خدوا الجديد، وانا بقول لكم ده بشكل واضح ان هناك تعليمات في المدن ذات التكتلات العربية، تعليمات في المدن ذات التكتلات العربية والإسلامية ان هم ينزلوا ينتخبوا هيلاري كلينتون، وفي اوراق بتوزع في جوامع معينة وفي ناس بطلع بيها ان هم يرموا على هيلاري كلينتون اللي معاهم الجنسية الامريكية زقوا عليها. وهناك مجموعة اخرى من المصريين الامريكان او العرب الامريكان بيرموا بقوة على دونالد ترامب، هناك انشقاق واضح. عايز اقول لكم ايضا ان عملية الرقابة على الانتخابات، يا ريت بس استاذ محمد يحاول يجيب لي زميلنا احمد نجار لو امكن، كويس، ان عملية الرقابة على الانتخابات الامريكية المرة دي هتكون خطيرة للغاية للغاية. عمر ما شفنا في انتخابات امريكية تلميحات عن التزوير. انا بقول لكم انا راجل بتابع الانتخابات الامريكية من 84، حتى الجور لما سقط في الانتخابات بسبب اعادة الاصوات عدة مرات في فلوريدا لان كان في شبهة ضده وكان هو حزب ديمقراطي وكان ضده جورج بوش في اول انتخابات من الحزب الجمهوري، الجور نفسه سقط بكل احترام وساب الدنيا كلها بكل احترام وقال انا مش هشكك في نزاهة النظام الانتخابي الامريكي. ترامب بدأ يشكك في نزاهة الانتخابات قبل ما الانتخابات تتعمل، فيديوهات عن امكانية ان في ناس تزور. اوباما خارج بينتقد من نص ساعة حد في مكتب الاف بي اي ان هو وراء تسريب ايميلات هيلاري كلينتون. الادارة الامريكية متفسخة بينها وبين بعض، انتوا بتتكلموا على مذبحة انتخابية من اهم الانتخابات التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية رئاسيا. شوفوا دخلوا شافوا انتخابات في عز حروب وفي عز ازمات. انا بقول لكم ان هذه الانتخابات ستؤدي الى تغييرات غير مسبوقة
في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد قوانين الانتخابات الأمريكية، قوانين الرقابة الأمريكية، انتوا هتشوفوا تغييرات لا حصر لها ولا عد. ترامب بني آدم عامل زي الطول الهايج، وعارف ان هو ماشي في منطقة كلها ازاز، فكل شوية يروح خابط لهم في لوح ازاز منزله فوق دماغهم، مفيش حاجة بتحوش ومش همه، لانه عنده فلوسه وعنده ملياراته وساند دماغه، وكل اللي همه انه يفضح النظام المخابراتي للمؤسسة الامريكية كلها. هو بيهاجم مؤسسة مش بيهاجم حزب بس، وبيفضح اللي عملوه ايه، وبيفضح الجماعات الاسلامية اللي وقفوا وراها، وبيفضح دعمهم لكذا وبيفضح لكذا. فيخرج النهاردة لو تشوفوا منظر اوباما اللي كنا بنزيعه قبل الحلقة وهو مشمر، انا ما شفتش اوباما في هذا المنظر الا في الكوارث الطبيعية في الثمان سنين اللي قضاها في الرئاسة او اثناء حملته الانتخابية. نزل قال له خلاص وراح مشمر القميص وقال لهم ارجوكم انتخبوا هيلاري كلينتون، ارجوكم انتخبوا، وهو رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وكان في نورث كارولاينا وهي في فلوريدا. فلوريدا واوهايو هيكونوا المعركتين الاهم خلال الثلاث ايام الجايين دول قبل الانتخابات. اوهايو مفيش رئيس للولايات المتحدة الامريكية فاز في الانتخابات الا لما لازم ياخد ولاية اوهايو، حاجة كده يعني زي ما بتقول حرز عندهم. وفلوريدا النهاردة اصبحت من اهم الولايات المتأرجحة في التصويت، ودي عدد اصواتها في المجمع الانتخابي يقسم ظهر اي حزب، يقسم ويضيعه. فلوريدا ضيعت انتخابات الجور، ضيعته وضيعته بمئة الف صوت فقط لا غير، راح المكتسح الانتخابات ضده وراح اخدها. لو كان ده اخد كان فاز بالرئاسة، لو كان ده اخد كان فاز بالرئاسة. وبالتالي ولايات الأقليات مولعة في الولايات المتحدة الأمريكية.